الو، هلا. يا هلا، اوكي، منو؟ دقيقة عندكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامج المسابقات الجماهيري فورزا اللي طلع لكم يومين على شاشة تلفزيون دولة الكويت على القناة الثالثة سبورت من الساعة 11 للساعة 12. هيا يا هلا بعلاء الدين، قصدي عبد الله. يا هلا فيكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من فورزا والجوائز الكاش. الله عليك، هيونا اذا حضر الكاش انتهى النقاش. اي نعم، هذا المطلوب. انا شوفي متحمس اليوم لكل المتصلين، فما عندي مجال اسمع اي شيء، ابدش على المتصلين على طول. فايش بسوي؟ بسمع قوانين البرنامج وبعد ذلك بعطيكم ارقام الهواتف التواصل معنا سريع. متحمس عشان تنجحهم ولا متحمس عشان تخسرهم؟ متحمس عشان الاثنين. شوف اللي قد التحدي يفوز، الخسران خسران، انا مالي شغل، ماليش دعوه. سريع، يلا. عمر المشترك 18 واكثر. اوكي، تكون البطاقه المدنيه صالحه المده. حفظنا. يحق للمتسابق يفوز مره واحده. معروف. لا يحق للعاملين في وزاره الاعلام او اقربائهم مشاركه. نهي. استلام الجائزه بعد العيد. اوكي، الشخص اللي يفوز هو اللي يستلم جائزته. ميري، ما في الاخوان والاخوات ما يشاركون في حلقه واحده. الله. واخر شيء، اذا تبي تشاركون من الساعه 8 للساعه 10 هذا وقت الاتصالات عشان يردون عليك. حلو حلو حلو، شكرا لك هيا. شكرا، وايضا شكرا لكل المتصلين من بدايه البرنامج اللي شاركوا سواء خسران او فايز. يعني هذه طبعا قواعدنا احنا ملتزمين فيها في برنامج فورزا. باذن الله تعالى ان شاء الله راح نطلع عليكم بالعيد بس بشيء مختلف تماما. ولا ايش رايك يا هيا؟ طبعا اكيد اكيد طبعاً. الحين سريع 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 ناخذ ارقام هواتفنا وطريقه التواصل معنا في برنامج فورزا ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد وفقرات فورزا المميزه مع التحدي والمنافسه. والفقره الاولى الجميله اللي راح نكلمكم فيها ونتعامل معاكم انا وهي الفقره الجميله كلمات واماكن. اماكن. الله. الفقره السهله، الفقره الجميله، الفقره اللي يحبها عبد الله. ومعنا حسين ونقول له الو. يا هلا بحسين. هلا ابو علي. هلا والله فيكم، مساكم الله بالخير. مسيك بالنور ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. وعليكم. حسين جاهز؟ اي جاهز ان شاء الله. وطبعا انت وصلت في المكان الصح مثل ما يقولون، بس ما عليك الا انك تركز، واذا يهمك احد يساعدك يساعدك، لان قدامنا وقت 20 ثانيه. لا تنسى الثانيه ابو علي. وعندنا الحين الحرف وراح اقول لك المكان. لا باس بالمساعده بسيطه. اي لا باس، اهم شيء لا باس. حاضرين، عيوننا لك. والله عجبتني لا باس. لا باس، نفس موضوع كلمتك هذه. انا راح اساعدك مساعده بسيطه. اوكي؟ اوكي. يلا. يلا. خلنا نشوف الكمبيوتر شنو راح يختار. اوبا، حرفك حرف الميم. ميم؟ اي. ومحل حرف الميم. صالة عرس حريم. لا، حرف 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 الميم. صالة عرس حريم. يلا روح اسهل لك. صالة عرس حريم. عطني مسكة ورد. شنو؟ مسكة ورد. مسكة ورد. مسكة ورد. يلا اوكي اوكي. مش بال الشعر. اوكي. ملابس. اوكي اوكي. مكياج. معرس. مكياج. معرس. لا، مكياج. معرس. معرس معرس. اوكي بس كتور. لا انا اوكي 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 اوكي. لا
شوفي لحظة، هو مشكلته مشكلتك مع المخرج محمد بولند قاعد يقول مسكة ورد، في شيء اسمه مسكة ورد؟ إيه هذه مسكة عروس، إيه اسم، لا لا مسكة، مسكة ورد حق العروسة. مخرجنا والله مسكة ورد، كيف مخرجنا يقول بوكيه، هي ترى هو قال مسكة ورد وقال ملابس، إيه ملابس عرس، صارت عرس حريم المفروض ما يعني ما يقول ملابس، ملابس هي يعني أوكي يعني كان موجودين عندنا صح، مرش مفرش مطرب مغني معازيم يعني معرس ممكن هذولي صح، معرس ممكن صح، نفس ما قالت انزين مسكت ورد ما علي حسين، ما علي حسين احنا اسفين اتصل مرة ثانية انزين مخرجنا بولند وعلي والله كنا بنفوزك بس والله تنسيق ومتابعة شباب دقيقين حيل ما يطفون شيء بس يلا عس يعني خيره بغيره ان شاء الله احلام حياك الله احلام هلا والله شو صحتك تمام الحمد لله تمام عاش مسمع الصوت عاش عليك يلا البطلة هلا أحلام شلونك؟ تمام الحمد لله الحمد لله على المشاركة الحمد لله إن شاء الله إحنا بعد بنوقف وياك ونساعدك لا تحاتي يلا إن شاء الله يعطيك العافية أحلام طبعا بسهولة وصلتي لنا في البرنامج ولا حسيتي في صعوبات؟ صراحة يعني شاركتي وايد حاولتي تتصلين أكثر من مرة؟ أيوه سوى يعني سوى من الثمان للعشر أوكي يعطيك العافية أوكي خليك جاهزة يا بطلة إحنا الفقرة مالتنا الجميلة احرف وكلمات وركزي معاي قاعد يقولوا لي داخل كنترول تكون لازم احرف منطقيه الكمبيوتر الكلمات منطقيه خلينا نشوف الكمبيوتر الحين راح اختار لك حرف تعطيني منه اربع كلمات اوكي حرف الكاف اربع كلمات تبتدي بحرف الكاف صاله حديد صاله حديد جم جم كوره شنو كوره في كوره 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 اي اوكي كملي كملي كريم كملي ما 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 يسمعون داخل ما اسمع عدل كملي كرسي 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 كملي كبد 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 قصده خزانة الملابس وكرسي برافو 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 كرسي كبد و اعتقد قالت كريم ولا شنو قالت؟ اي وقالت ثلاثة قبل كنترول اوكي كنترول اوكي اوكي برافو 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 يعطيك العافية مبروك تستاهلين 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام صوتك ترى ضعيف أنا ما قاعد أسمع كنترول هم اللي مركزين وياها ترى أنا ما قاعد أسمع صوتي حيل ضعيف يعني أتمنى من كل المشتركين معنا فورزة علوا صوتكم شوي خلينا نسمعكم بالاستديو ترى الصوت شوي يكون عندنا ضعيف إذا كان صوتك ضعيف أعتقد يلا. لازم يقصرون على التلفزيون إيه؟ ويركزون معنا من السماعة أنا ما قاعد أسمع أنا سمعت كرسي أنا وكبت. سمعت شوية سمعت شغلتين قال لي المخرج صح قال لي المخرج محمد بولند قال صح بس وكرة صح كرسي وكبت وكرة أوكي برافو يلا عندنا اتصال من عندنا سعود 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 حياك طبعا. الله هلا فيك شو صحتك تمام الله يسلمك مبارك عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليك اخوي ها قاعد تشوفنا فورزة ما يحتاج زين ليش لازم تشوفنا اوكي لازم فورزة ها قاعد تشوفنا في التحية وردة أيوة. قاعد تشوفنا لا والله ما قاعد اشوفكم ليش لا ليش مو حاط انا قاعد بالقهوة وقاعد ادور الكويت اوكي احنا الاسئلة او الفقرة اللي احنا موجودين فيها ما نحتاج ان احنا يعني تكون انت تشوفنا لان احنا فقرة اسمها احرف وكلمات تعرف الفقرة هاي صح واشرح لك اياها لا اشرح لي اياها اشرح لك اياها اوكي الحين انا راح اعطيك طبعا كمبيوتر اختار حرف عطني كمبيوتر حرف قبل لا تعطي التايم لا لا شوف لا لا, لا, لا انا راح اشرح له حرفك جيم راح اقول لك ان حرفك حرفك جيم والمكان مصنع سيارات عطني اربع كلمات تبتدي بحرف الجيم بمصنع السيارات اربع كلمات تبتدي بحرف الجيم في مصنع السيارات معك تايم يلا جيم جير اوكي هي تكتب جير ما اوكي اوكي يلا سيارة شنو؟ الكراسي مات سيارة شنو؟ ها؟ الكراسي مات سيارة جلد قول يلا جلد يلا روح قول نورة قول شفيك؟ سعود سعود الوين؟ أوه يقول هو من قال جير مبين مبوش لا هو تدري هو قاعد بالقهوة مثل ما قال مو مركز مو مركز فبالقهوة أكيد في إزعاج حواليه فما راح يركز ايه يعني مصنع سيارات يعني مصنع سيارات قلت جير اوكي قول لي جلد مثلا كراس سياره جرس انذار مثلا في وايد حرف الجيم في مصنع السيارات لكن للاسف ما اعطاني اجابه صحيحه اتمنى نشارك معنا ان شاء الله المتشارك الجاي هو اللي راح يحصل معنا معنا نوال ونقول لها يا هلا هلا والله يا هلا بنوال شلونك والله الحمد لله بخير مبارك عليك ما تبقى من الشهر حبيبتي علينا وعليك ترى الفقرة هذه سهلة بس محتاجة شنو شوية تركيز ويكونون اهلك يمك اذا قدرتي يكون احد موجود يمك ان شاء الله اي موجودين يلا زين الحين راح نختار لك الحرف واقول لك المكان يلا يا بطلة اوبا حرف الباء
حرف الباء ومصنع ايس كريم. برد. برد. اوكي. بطاريه. بطاريه أوكي. بالمصنع، اوكي بطاريه بالمصنع فيه، يلا اوكي. قولي. بسكوت. بسكوت. اوكي، براد. باقي واحده. براد. براد، حلو، براد اللي ثلج فيه، بس اربعه أوكي. ترى قالت. الله عليك، الله عليك، الله عليك، مبروك. مبروك 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 و30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام، عليك بالف عافيه، بتيهم صح. برد براد على طول. الف مبروك حق البنات. طبعا انا استانس، مخرجنا يقول ان انا قاعد اساعد، انا مو متحيزه حق البنات بس انا احبهم يفوزون. طيب والله انا ايش اسوي؟ والله انا الحين حسين زعلان مني، انا ما ساعدت الرجال، مسعود زعلان مني. والله انا قاعد اساعد، هو قال لي جير، يعني جير. لا حسين، جير وجير. حسين زعلان من مخرجنا، يعني مو راضي يستقبل منا المسكه. بوش وياي ما ايش اسوي؟ انا حاولت اساعده والله، وقلت له كراسي اللي قاعد عليها، يعني الكراسي اللي هي الجلد مالت السياره، ما يعني حاولت أساعد. انا ما ساعدت. لا انت ساعدت. ساعدت ما يعني ما قصرت صراحه. قدر الله وما شاء فعل، شو نسوي؟ يعطيك العافيه. شو نسوي؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ عندنا احمد، حياك الله. الله يحييك. شو صحتك احمد؟ الله يسلمك احمد. تكفى، انت طبعا شاب لازم تفوز اليوم. ان شاء الله. يعني انا الصراحه ما يصير، يعني كل ما اخلص ولا هيا تقول احنا فزنا عليكم فريق البنات وكذا، ما يصير. احمد ثاني مره يشارك. ان شاء الله. ثاني مره شارك وخسرتوني. لا لا ان شاء الله فايز معنا. ان شاء الله. الله خليك جاهز، اهم شيء اهم شيء تنشط. صح صح كذا، اقعد عدل، ركز معي، قاعد تشوفني بالتلفزيون؟ اي نعم. حلو، امورك طيبه. اوكي يا بطل، اوكي احرف وكلمات، خلينا نشوف حرفك اللي راح اختاره الكمبيوتر. حرفك حرف السين، محل ذهب. اربع كلمات تبتدي بحرف السين، محل ذهب. سريع. محل شنو؟ محل ذهب. ذهب. سوارة. اوكي. ساعة. اوكي. تمثال. اوكي. اي. قول. سبيكة قالتها، قالتها ترى. قول كان باقي واحدة. كان باقي واحدة مع الأسف، مع الأسف يعني يا أحمد. كان ما قصرت انت على التلفزيون، مو مشكله عشان تكسر التلفزيون، لكن سمعناك اعطيتني الاجابات سريعه ممتازه، لكن كان باقي لك اجابه واحده الرابعه بس، يعني لو قال سبيكه الذهب كان خلصت. كان قلتها، قالتها البنت اليمك لو قايلها انت. لا حتى لما قالتها البنت ما كان يعني خلص التايم، خلص انا قاعد طالع التايم. مع الاسف، شكرا لك على اتصالك. ما عليه، معنا ليلى. هلا والله ليلى، اليوم البنات كلهم فايزين ان شاء الله نفوز. وان شاء الله انت فالك الخير وفالك الفوز ان شاء الله. معك الاهل قاعدين؟ اي موجودين. لا لا قصر على التلفزيون يا بطله، قصر على التلفزيون وركزي معانا، خليك كلمي هي بالتليفون بس. اوكي انا معك. يلا الحرف الحين راح يعطيك اياه عبد الله ويقول لك المكان. خلينا نشوف الكمبيوتر راح يختار لك يا طويله العمر حرف الميم، وطبعا لحام، اربع كلمات تبتدي بحرف الميم في لحام. جزار. معلاق. شنو؟ معلاق. إيه يا كملة. أوكي. ميجاس. ميجاس. كملة. ميجاس ميجاس. تايم تايم، قلت مقص 50 مرة، قلت مقص وقلت معلاق، كان باقي إجابتين. يعني حتى مقص مشيناها، ما حد اللحام ما يقص ترى بالمقص. بالطبخ. كله يا سكين يا بالطبخ. صادة صاطو. يجدخ في جدخ عشان يفلش العظام هذه، يعني ما مقص ما مشينا لك اياها والله، بس كان باقي لي سنتين. مع الاسف يعني ما اعطيتيني الاجابات الصحيحه، اتمنى تشاركين معنا مره ثانيه وتفوزين بالكاش. خسروا البنات. خسروا البنات، انت طبعا ويش على طول ينقص. اي خسروا البنات. على طول ما في ويها يقلب فوق تحت. انا كنت فضايل. انا حسين انا لان مسكه، انا من النوع اللي اقول مسكه فما ادري. بعد انا بعد حسين صح. بعدين الحين حسين مو ابد حسين لما قال مسكه ما كانت مشكلته بس مسكه، حتى الملابس يعني كان عنده موضوعين، مو موضوع واحد، لو موضوع واحد احنا اكيد نستثنيه وما يقصرون معنا شوط، لكن ملابس عرفت شلون؟ اوكي كلامه صح، صارت افراح يعني فيها ملابس مقطوطه يعني على الارض. هم يمشون بروحهم الملابس كانوا يلبسونهم. هي كانت افضل كلها معازيم اوكي سريع، احنا الحين عندنا اتصالات كثيره ولازم نفوز بالكاش. ومعنا سمي عبد الله، حياك الله. هلا والله. شلون صحتك عبد الله؟ والله بخير الله يسلمك. تمام بومبه؟ والله نحمد الله. الحمد لله رب العالمين، شلون ايش اسمه رمضان وياك؟ والله ماشي الحال الحمد لله. كل امور طيبه ها؟ اوكي تعرف الفقره مالتنا ولا لا؟ ايوه الاربع كلمات تبدا بحرف. ايوه عبد الله نبي نشاط. عبد الله خليك نشيط العبد وحرفك. يلا اوكي خليك نشيط العبد وحرفك، راح اختار الكمبيوتر كاه معانا. شوف على الهواء حرفك، حرف العين، محل عطورات. سريع. عطر. اوكي اوكي وعلبه.
اوكي. عنبر. اوكي. اوكي. وعقد او عقد. بعد بعد. علبة. علب. لا لا قلت علبة. قول. تحطها برقبتك. قول. عقد. شنو؟ عود. عود. أنا ما أدري خشب كنترول مع الأسف يا أخي قاعد نقول لك يو لوز أقوى نوع قاعد نقول لك شيء تحط على رقبتك قول لي عود يعني لا. ما شاء الله عليه سريع قالهم كلهم هو قال عنبر لأنه مش عقبه هو قال لا لا عنبر قالها قبل هذه بس العود بقى أعطاني هي ثلاث إجابات صحيحة صح. أوكي وهو علق آخر شيء قام يعطيني أول شيء بعدين قام يعطيني عقد إيه هو العقد شوية خسبك مو عارف وأنا أشرت على الرقبة يعني أقصد إنه العود هو راح باله عرفت شلون؟ أكد العقد يلا ما يخالف طبعا أتمنى إنه يشارك معنا مرة ثانية ويكون قد التحدي ويفوز بالكاش فاصل صغير يشوف أرقام هواتفنا وطريقة التواصل معنا في برنامج فوز ونرجع لكم بالتحدي مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا المميزة الجماهيرية واليوم طبعا خلصنا الفقرة الجميلة فقرة أحرف وأماكن والحين راح ننتقل حق الفقرة الأجمل فقرة الدول وين راح نروح يا هيونة جنوب أفريقيا أوبا ساوث أفريكا يس نعم الله ساوث أفريكا يقولك بلد جميل يعني وبلد عريق مكان حلو انت رحتي له قبل لا انا ما رحت ان شاء الله اتمنى انا اخاف من الحشرات ليش ايش علي الحشرات عندي عقده حاسه في حشرات يعني ما تحبين الطبيعه سفاري وشي لا انا الطبيعه كذي لا ما اقدر شو المشكله يعني يطلع لي نمر يطلع لي اسد ايش عليك انت رايك بجيب والامور طيبه ايوه انا شفته بالتلفزيون نمر سكر ايوه شفته يهز الاسد مو لازم انت يعني تنزلين من السياره بتصلحي لي بنشر ولا بتطالعين واحد طق بنشر انزل طالعي خليك بالسياره قاعد مره اسد كذي طالع بالجامعه وقاعد يهز ما عندي استعداد اروح اسد وزنه العمر مش بعزه العود هذا 280 300 كيلو ترى مو شويه ترى مو هين ها طبعا طبعا اكيد ما يغشمر ملك الغابه فاطمه حياك الله شلون صحتك بخير الله يسلمكم شلونكم طولي صوتك فاطمه مع الكمر اسمعكم هلا اسمعك بس انت طولي صوتك شويه طولته يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالنور كله يا هلا فاطمه النور نورك يا حياتي عاد فاطمه اليوم ثنتين معانا بنتين فازوا ان شاء الله انا الثالثه ايوه انت الثالثه اوكي فاطمه قاعد تشوفنا بالتلفزيون اي اشوف ممتاز جدا الحين احنا موجودين انا وهي وين في جنوب افريقيا واسئلتك كلها راح تكون ان شاء الله جنوب افريقيه اوكي ان شاء الله مستعد الاسئله ولا تنسين معاك 20 ثانيه فقط والسؤال الاول في اي عام تم اعتماد علم جنوب افريقيا اي سنه إيه؟ تم اعتماد علم جنوب افريقيا يعني ترى مو وايد قديم يعني اي بعد الغزو يعني قام يعني بالالفينات قاعد عاملنج بالالفينات ولا بالتسعينات 1900 بالتسعينات يلا 1900 قولي اي شيء قولي اي شيء والله ساعدتك والله العظيم 1994 أكيد. انا قلت لك بعد ال تذكري فيها كان شفر للتزد يلا ما يخالف يلا ما يلا ما يخالف هارد لك وان شاء الله تشاركين معنا مره ثانيه وتفوزين بالكاش وعندك حبيب يا هلا بحبيب
هلا والله. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. هلا عليك تبارك. حياك الله. انا اتفائل حبيب بالصوت اللي يكون قوي كذي ويكون جهوري صاحي معنا، عرفت شلون؟ عزيز وحظيظ. احنا موجودين في جنوب افريقيا. وتو مخرعني اسد مريم نجي. اوبا اي والله. الله يستر. فالسؤال يقول عند عبد الله. اوكي السؤال الثاني خليك جاهز يا بطل، ولا تنسى معاك 20 ثانيه فقط. يقول لك من كم لون يتكون علم جنوب افريقيا؟ من كم لون يتكون علم جنوب افريقيا؟ اربع الوان ان شاء الله. لا 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 زيدهم. علم افريقيا. ما قلت له زيدهم، ما قلت له كم؟ ثلاث الوان ان شاء الله. انت قالت لك زيدهم، انت قلت اربع وقالت لك زيدهم، يعني اقوى نوع يونوز. ما عليه حبيبي. يونوز. تتعوض العلم كهو موجود يمنا. شوفوا في ست الوان. العلم يتكون مثل ما قالت هي من ست الوان، وهي حاولت تساعدك يعني انت قلت اربع وهي قالت لك اصعب. انت اعطيتنا ثلاث الوان، ما ادري ايش اعطيتنا ثلاث الوان. الظاهر ما تبي تفوز بالكاو. يمكن الصوت ما وضح معه. يمكن يمكن. عندنا بلقيس، حياك الله. الو شو صحتك بلقيس؟ هلا والله. شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا بلقيس. هلا والله حبيبتي شلونك؟ انا بخير ان شاء الله، بس بخير اكثر لما تفوزين معنا. حبيبتي ان شاء الله فوز. مخرجنا يقول بلقيس راح تفوز. لا تدرين ليش صوتك كذي بلقيس؟ في انتصار يعني، الايقاع ماله جميل، في انتصار الصوت. مشكور ما قصرت. اوكي لكن ها يبين الحين معانا في هذا الميدان. حميدان جاهزه للسؤال؟ ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله. وسؤال عند هيونا. يقول لك في اي عام نظم جنوب افريقيا كاس العالم لكره القدم؟ سهل. جديد مو بعيد. 2000 2000 يعني 2000 و 2000 وشي قولي. اخر ال 2000 وشوي اللي على قولتها. كرة القدم. كرة القدم؟ اي اي كأس العالم. كأس العالم لكرة القدم 2010. اه الله 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 الله. والإجابة صحيحة. 1000% مبروك. و30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام جنب الخشبة. بلقيس قالتها في آخر لحظة خلاص، يعني لو متأخرة شوي قال مخرج لا يس خلاص. يس 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 بلقيس. وإحنا قلنا يعني مبين من اتصالها كانت متفائلة، واتصالها يعني حتى كان صوتها مبين واحدة فايزة. والله كان يمها أحد أنا سمعتها معودة جابتها على آخر ثانية. والله قاعد طالع التايم. بالعافية. بالضبط يعني جابتها فعلا الإجابة كانت 2000 في سنة 2010 جابتها بالثانية الأخيرة. معنا ماجد حياك الله. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام. شلونك؟ يعطيكم العافية. شو أخبارك ماجد؟ والله تمام. كثر صار لك تتابع برنامج فورزة؟ إن شاء الله متابعة. متابعة؟ تابعة من العام ولا السنة هذه بس؟ لا من العام. كفو كفو يا بطل. أوكي ماجد الحين احنا طبعا أسئلتنا كلها في جنوب افريقيا، قاعد نتكلم عن جنوب افريقيا واسئلتنا طبعا. السؤال راح اعطيك اياه، معك 20 ثانيه فقط للاجابه. مستعد السؤال؟ مستعد. اوكي السؤال الخامس وخليك مستعد. يتحدث مواطني جمهوريه جنوب افريقيا عدد من اللغات المحليه، كم عددهم؟ كم لغه عندهم جنوب افريقيا؟ كم لغات جنوب افريقيا؟ يلا يلا ها. لا ثمانية يمكن. نو أعلى. 13 كم؟ 13. أنا سمعت 13 حسبالي إنك قلت 11. هم 11 لغة رسمية اللي يتكلمون فيها جنوب أفريقيا. للأسف إجابتك غلط. ويولوز وانت آه منك مستانسة. أهم شيء بلقيس فازت مباراة فازة وخلاص. مستانسة بس شفت الريال الخسار مستانسة. لا حرام حرام صار خاطري والله بغيت أقول له صعد شوي. آه منك. هو صعد وايد. هو كان 8 بعدين قال 9 إنزين بعدين قال 13. ترى ما يصير يعني. هو تبي الصراحة هو بس تجاوب غلط خلاص يقطع الاتصال. بس بولن ما شاء الله يعني اليوم مرح بولند ملين الموضوع ما عنده مشكله يعني غلط يعطيه مره ثانيه وثالثه ورابعه يعني هو عنده بعد الوقت عارف لو عدى الوقت كان ما في ما يصير واحد يقول خلاص اقول 10 11 12 13 قاعد اجاوب ما راح اخلص صح عرفت شو المفروض اجابه واحده وصريحه على قولتهم يلا ما يخالف عندنا رشا يا هلا برشا هلا والله هلا بكم يا هلا فيك شلونك مبارك عليك ما تبقى من الشهر الله عليكم ان شاء الله تقبل طاعتكم منا ومنك يا رب صالح الاعمال طمنيني جهزتوا حق العيد ولا لا اي والله تدرين على حد حده يعني والله خلصتوا
دراريع وكذي على اتصلناهم نبي نطلعهم بس بعد. اي والله عاد الله يستر عاد اذا ها ضيق طويل ها تعرفين بعد ها. حاولوا كثر ما تقدرون يعني ترتاحين اخر ترى كم يوم يصير زحمه بالشوارع احسن لك اوكي من الحين وجاي هذا بعد شو نسوي هذا بعد زحمه رمضان تعرفينها بعد ما يحتاج. اي والله الله يكون بالعون ان شاء الله حبيب. واسئلتنا في جنوب افريقيا وان شاء الله يكون السؤال سهل. اسئلتنا افريقيا بحت يلا اخذ السؤال من هيا. في اي عام حقق مانديلا جائزه نوبل للسلام؟ اوه مانديلا 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 هو طبعا رئيس افريقيا. مانديلا شنو حصل شنو؟ حقق جائزه نوبل للسلام اي سنه؟ 1918 لا عفوا 2013 ما كان مولود. كم لا 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 هو فيها ثلاثه بس مو كذي 2000 لا لا 1900 صح 99 عمي وين 99 1993 ما عليه ما الومك والله اي صح والله حسيتك اتنازع مسكين يعني رجعت قبل التاريخ ايام الديناصورات رجعت مره ثانيه العصر الحديث بس كانت مقربه 2010 وين مقربه 99 طايره يا 2010 يا نازله 1800 لا لا قالت 1900 يعني بشر هذا مو ما عليه ما عليه لا حول ولا قوة إلا بالله يلا ما يخالف إن شاء الله تفوز معنا بالكاش إن شاء الله وهو صار أصفر صار لا أصفر لا لا صفر بين من خسر بنية على طول وجهه يقلب حلو خصوصا اللي وايد تحاول شيء أحس إنه ودي أحاول يعني ودي أساعد ودي 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 يلا عندنا غسان حياك الله هلا والله شو صحتك تمام خير غسان لازم تفوز إن شاء الله أوكي مبدئيا شهر رمضان وياك والله بخير أمورك طيبة عبادتك رياضتك كل شيء ها تلعب رياضة؟ لا والله رمضان ليش يا أخوي؟ ليش؟ يعني ما تلعب رياضة؟ تقدر ما تقدر تلعب وش عليها ما تقدر؟ أنت حين مو تحب الأكل تفتح بالأكل شو المشكلة تمرن يا قبل فطور يا بعد فطور بعد ساعة يا أخوي بعد رمضان يعني فرقت عشاء خلي أنت لا لا وين نرتاح يوهق نفسه يزيدها 7 كيلو 8 كيلو لا نوعك تزيد نوعك تزيد في ناس ما يزيدون حتى لو ما لعبوا رياضة لا يزيد تلقينا جرى شلون ما يزيد تزيد نوعية جسمك يعني اللي يزيد احنا قلبناها حلقه ما اخصائيه التغذيه عاد انا بروحي مستانسه توني نازله هو سكت ليش سكت غسان هلا والله لا موجود معانا فيك مو معانا انت لا معاك غسان زايد وزنك كبار زايد وزنك وايد تسولفون عشان تفكرون ساعدوني ان شاء الله ان شاء الله بنساعدك انت قاعد تفكر بمساعده وخلاص يبا ما نبي دردشه اوكي احنا موجودين الحين في جنوب افريقيا راح اعطيك سؤال جنوب افريقي ومعاك 20 ثانيه مستعد مستعد؟ مستعد أعطي سؤال رقم 8 ما هو اللقب أو الوصف الذي يطلق على مانديلا مانديلا رئيس جنوب أفريقيا لا وصف كانوا يصفونه وصف أو لقب شنو لقبه؟ ها مشهور هو كاهو حاطين صورته هنا شوفه منور ها يلا في تايم أبو نيلسون لا 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 أبو وصف وصف ماربو را يعني أقوى نوع والله أقوى نوع يولوز يولوز كان يلقب بأبو الأمة كان يلقب يعني والله العظيم أنا يعني اختصرت لك سؤال أعطيتك سؤال اللي بعده لأن أدري أن هذا السؤال يعني أسهل من السؤال اللي قبله لما أعطيه سؤال اللي قبله ما يفكر أنه يجاوب يمكن يجاوبه صدق هو أنا صراحة قريت المنطقة صعب شفت شلون فأنا أعطيت السؤال هذا يعني معروف أبو الأمة شوف شكلها يقول لك أبو الأمة ليش مو راعي ثورة إيه شفت شلون يلا اوكي شفت شلون قاعد اساعد الشباب لقوا ما قاعد تساعد جزاك الله خير جزاك الله خير شوي صوفر صوفر انحقن 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 من تشوفين مره ايش اسمها فازت سان زين يلا خلينا نشوف ساره يلا خلينا نشوف ساره حياك الله حياكم الله هلا والله شلون صحتك الو ساره شلون صحتك تمام الحمد لله بخير عساك المعنويه 1000% عند هيا من تتصل واحده تستانس تستمتع شلون هيا من يعني انت بنت تتصلين اي بنيه تتصل هيا عندها المعنويه 1000 تصير حبيبتي ساره قصي على التلفزيون عشان يصير اوضح لك الصوت ساره انا قصي على التلفزيون قصرين على التلفزيون احسن يلا كاغا بس ساعديني انا صارت كذا مره وخسر صدق اوكي ما عندنا الا هذا السؤال الاخير الجميل يلا يلا والله بعطيك سؤال سهل بس عاد ركزي معي اوكي انا بعطيك السؤال هيا انا عندي يلا السؤال. عندك سؤال اوكي السؤال التاسع ركزي معي الله يخليك يلا معي اوكي تشتهر جنوب افريقيا في مجال الرياضه بفريق للعبه معينه
شو اسم اللعبه هذه؟ لعبه مشهورين فيها جنوب افريقيا وفريقهم قوي وحقق طبعا انجاز فيها في 2007 وايضا 1995. شنو هي؟ اللعبة ما هي؟ لعبة ايه؟ شو اسم اللعبة؟ يلا عبد الله ساعد تذكري الركب الركب الركب؟ شنو؟ ايش فيها ركبة؟ ركب ركب اي شنو؟ يعني انا قاعد اقرب لك اقول ركب هي لعبة الركب يسمونها هذه لعبة مشهورة عندهم اللي يطقون بعض عرفتيها؟ والله هذه لعبة مشهورة عندهم سارة ولا راح تجاوب انا ما ادري صار لي ساعة انا ما قاعد اشرها على ريولي قاعد اقول لها ركبي شو تسوي ركبي يعني ولا راح تتخيلها ركبتي يعني بمعنى يعني عرفت شلون؟ بس قلنا شوي نساعدها بس انا ما عندي الا يعني الحين واحد الركبي شلون تساعدينها؟ شلون توصفينها يلا؟ الركبي طق رقبه مثلا؟ هاي الركبي يعني ركبه شو اسوي عاد انا حاولت اساعدها والله كسر الخاطر يلا ما يخالف اتمنى طبعا تشارك معنا مرة ثانية وتفوز بالكوش عندنا العقد متى؟ مرة ثالثة إن شاء الله تفوز إن شاء الله والله ساعد والله حتى مخرج ما قصرت ما قصرت هو السؤال أنا ما عندي إلا هالجاكيت بس خلاص هالجاكيت كل يوم تلبس جاكيت تقول لي ما عندي هالجاكيت شو سوي عندنا العبد ألو عبد الله حياك الله الله يحييك يعطيك العافية شلونك شلون صحتك؟ والله بخير الله يسلمك تمام شلون أمورك طيبة؟ والله بأحسن حال العبد قاعد تتابعنا بالتلفزيون؟ إي والله قاعد أشوفكم أسئلتنا بصراحة سهلة ولا صعبة لا تجامل والله 80% سهلة 80% سهلة؟ ايه اوكي اتمنى انا والله استانست لما سمعت منك هذا الكلام، يلا عيل اعطي انت السؤال. جمهورية جنوب افريقيا لها ثلاث عواصم، ما هي عاصمتها التشريعية؟ جوهانسبرغ عاصمتها التشريعية عاصمة جنوب افريقيا التشريعية والله رش ان شاء الله اقول جوهانسبرغ لا لا بريتوريا كيب 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 تاون الإجابة الصحيحة كيب تاون وقلت لك كيب لو قالي تاون كان أمورك طيبة يلا مو مشكلة أنا أعطاني عكس الكلام هو قال الحين أنا أسئلتنا سهلة أنا من وديتوني جنوب أفريقيا وأنا يتلي كذي حساسية طلعوني تبي تروحين؟ بطلع خلاص يبقى تدرون شلون مستمرين معاكم بفقرات فورزا مع التحدي والمنافسه ترى بس ثلاثه فايزين عندنا اليوم ليش ما ادري؟ لا الحين يفوزون ان شاء الله فان شاء الله الحين تشوفون ارقام هواتفنا وطريقه التواصل معانا وحياكم الله. مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا مع التحدي والمنافسه خلصنا فقره الدول هيونا ملت وانتقلنا وين يا هيونا الى الكلمات المبعثره المطشره المعفسه اللي ما ادري صاير فيها مخترعه مربشه عيد لي صياغتهم سريع سريع وعطني الكلمه الصحيحه المضبوطه واخذ 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام واجلنا طبعا شنو جوجل اجلنا نبي احد يفوز بس ما يصير هي. أجلناها عندنا الحين طبعا الكلمات المبعثرة يعني اعتقد ترى يعني هو عادة الناس يفوزون فيها هاي حلوة اي اي سهلة سهلة صراحة اسهل من كلمات واماكن اعرف واماكن انا احب هذيك اي بس قاعدين يخسرون فيها صدق؟ والله ليش قاعدين يخسرون فيها؟ ما ادري احس المبعثرة صايرة اسهل والله العظيم قبل كان الطلب على هذيك بس الفقرة هذيك كل الناس تفوز 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 بس الحين ما صارت سالفة كلهم قاعدين يخسرون فيها حتى جوجل صارت اسهل جوجل اسهل جوجل فاو وصار فالحات يفوزون على العالم عام امس ما كان فايزين اثنين فازوا ما شاء الله ولا وحلك يعني صراحه انا يعني شفتي فاجئ شفتي شلون اي والله يعطيهم العافيه على المعلومات طبعًا. اوكي كلمات مبعثره وعندنا اتصال غدير عندك يا هلا بغدير هلا بتزود شلونك الحمد لله الحمد لله انك وصلتي هني الحمد لله رحمه عن جوجل اير زين و تدرين انا حافظت معلومات جنوب افريقيا
والله شفتي صدق والله حفظتيهم انا متخرعه منها جوجل لا جنوب افريقيا تقول حفظت المعلومات عشان تجاوب اي زين اوكي زين الحمد لله وصلتك معلومات حلوه ثقفتي فيها ان شاء الله الحين فالك الخير وراح تطلع لك احرف وانا راح اساعدك بكلمه صغيره وانت عاد لقطيها اوكي يلا شوفي معك يلا خالك مستعده كاو على الهواء وياك اطلعوا لا ما طلعت مسلسل كويتي قديم مسلسل كويتي اي في ثنتين قديم يلا مسلسل كويتي اي شوفي اي ما ادري شنو بغت ثنتين كل يمثلون مع بعض شنو هذه ما ادري حياه الفهد حياه الفهد سعاد عبد الله قولي الاسم المسلسل ايوه الله عليك الله عليك الله عليك مبروك و30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام تستاهلين يا هي مبروك عليك 30 دينار مبروك. كاش مقدمة ما انت جاوبتي اكو واحدة تقول لها حياة فهد سعد عبد الله بس والله تعب ما بيكم تخسرون بليز فوزوا معي هو تقول لها مسلسل كويتي قديم تبي تساعدين قولي كانوا في ثنتين من عمالقة الدراما يمثلون مع بعض كان بس احسها ضاعت انت قلتي لي حياه الفهد قلتي لي سعاد عبد الله شوي واقول لها كانوا بالمستشفى ولا ما ادري ايش صار ماخ شيء للاسف والله ما يصير يلا اوكي اي صح الاغنيه تتذكرها هذيك على الدنيا السلام صح يلا اوكي عندنا ابو علي حسن شلونك حسن ايش اخبارك قصر على صوت التلفزيون تطلع واسمعني من السماعه يا بطل ابو علي الله يسلمك حبيبي حسن شلونك قصرت على التلفزيون؟ اي قصرت شكرا لك يعطيك العافيه شايف المنافسه والحماس عندنا في استديو فورزا؟ اي نعم الناس كلها بتنازع ها عشان تفوز كنت بجنوب افريقيا؟ كنا تونا قبل شوي بجنوب افريقيا انحشنا منها هو ما يدري اصلا شكله داق ابو علي داق عليك من برا برا تعال في اتصال اسئلتكم صعبه للامانه لا اسئلتنا سهله انت اهم شيء موجود عند الشاشه ايه الحين بتطلع لك احرف وراح يساعدك عبد الله وانت على طول لازم تلقطها اوكي اي والله عبد الله ضبطنا على العبود حاضر 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 يا ابو علي ركز معي الحين بتطلع لك احرف مثل ما قلت لك هي مطشره عيد لي صياغتها وعطي جمله صحيحه يلا روح اكله كويتيه شعبيه يلا روح اكله كويتيه شعبيه اي طالع الحرف بلاليط الله عليك الله عليك الله عليك يا ابو علي مبروك و30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام تستاهل اخوي عبد الله هلا ابوي بس في عتب من ولد خالتي سوى دق حسين انا وياه مع المسكه صح لا حسين ايش مشكلته احنا قلنا في بدايه الحلقه انا حاولت اساعده بس الكنترول داخل عندهم اللي يعني الاجابات صح ملابس بصاله افراح ما في يعني انت ملابس لابسها فانت يعني خلاص انت تجسد هالشخصيه الملابس ما في صاله افراح تدش تلقى ملابس بالارض لما تقول انا دش صاله افراح القى ملابس بالارض ما في ملابس بالارض اثنين هذه سالفه المسكه احنا اللي مترددين فيها يعني هو لو بس سالفه المسكه كان فوزناه بس هو مو سالفه مسكه عنده ملابس ومسكه هو صراحه كان واقعي لما مخرجنا قال ان الملابس يعني هو احنا نشوف ان لابسين هالملابس بس هو يقول لا صاله افراح ليش ما يقال معازيم ايوه مثلا مناديل او معرس او مطرب مرشات خليه يتصل حسين مره ثانيه وماك شغل انا فوزه نوعدك يفوز انا جاوب الجواب عنه بعد شنبي يلا عسى الله يوفقك ان شاء الله شكرا على اتصالك حبيب قلبي تسلم اميره اهلا والله حياك الله يحييكم يا رب يا هلا باميره عتوي داخل البيت صدق يلا زين عاد احسن عشان الشاشه لان سؤالك محتاج الشاشه اي والله لازم عموما مبارك عليك ما تبقى من الشهر وان شاء الله تكونين جهزتي حق العيد وخلصتي لا مخلصه اي زين تسوين والله انا لما احد يقول لي مخلص ارتاح قبل رمضان زين تسوي خلص شغلي وخلاص ما احب الزحمه كلش رمضان حالاته عباده واحد يقعد مع اهله إيه واذا قدر شويه يطالع لها مسلسل ولا مسلسلين اي صح والله فعلا وصلتي عند الشاشه ويطالع برنامج اي اكيد لازم يطالع برنامج عشان يفوز بالكاش لا والله حلو بعد مو عشان بعد الله يعطيك الحمد العافيه الحمد لله وصلتي عند الشاشه اي عندكم هذه يعني بشوف يلا الحين راح تطلع لك احرف وراح اساعدك شويه ان شاء الله عاد سهل احرف مكان يعني اي سمعي اول فيلم كويتي تذكرينه اول فيلم اي بس بحر
بس يا بحر بس. الله عليك الله عليك. وبسنا فلوس وثلاثين دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام عليك بألف عافية تستاهلين. من اللي بس فلوس؟ بس يا بحر. من اللي بس فلوس؟ عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفري. بس فلوس يا حسين. بس فلوس. ولك مسكين يصلح حسكم الله نعل قاعد بالزاوية على المفيد الله يرحمه. كانت المسلسلات الحلوة هذه الزلق يعني مسلسلات حلوة فعلا وكانت هادفة على سجيتها وتدخل القلب بسرعة. تدرين انت في معلومة من معلومات يعني من يعني كمش كشغلة فنية ترى كان التصوير في هذاك الوقت صح صعب سهل صح. شلون صعب سهل؟ في هذاك الوقت ما كان في شغلة الكلوز كاميرا بروح لقطة تقولون جملة وخلاص مع السلامة ويقطعونها ويروح يقعدون يسولفون مثل مسرحية صح. كاملة ولو يغلط وياهم واحد ينعاد المشهد من اول بدايته. ايوه ويسولفوا هم يالفون ساعات بنفس اللحظه يعني انا اللي سمعتهم مره يقولون ان احنا ساعات نقعد نسولف ونالف لنا طبعاً بنفس اللحظه. طبعا زياده على ذلك ان الحس ما يروح. ليش هي الحس ما يروح؟ لان الكاميرات الموجوده اكثر من كاميرا. صح يعني عندهم اكثر من كاميرا، كاميرا اللي قاطعه كلوز، الكاميرا اللي قاطعه اللونج من بعيده شوي، عشان كذي انت تكون على رياحيتك. صح عرفت شلون؟ غير لما اكون انا قاعد اسولف معاك وتكون مثلا يقول لي ستوب يلا جهز نفسك قول حق هي انت وين رايحه؟ غير لما اسولف معاك عبد الله. صح كانوا يعيشون هذا الجو كلهم يعيشون القصه نفسها فيعني عارفين شنو الاجواء وشنو راح يصير فهم يعني يطلعون هالكلمات والاشياء اللي تطلع عفويه فتدخل القلب. هذا عفويه واحنا على قولة ملوك الدراما لازلنا في الصداره يعني تاريخ الكويت يشهد انه فعلا احنا في الصداره في الدراما من بدايه يعني السينما وبدايه الدراما الخليجيه احنا رقم واحد اكيد. فهد حياك الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شو صحتك؟ والله الحمد لله بخير. مبارك عليك ما تبقى من الشهر قاعد تتابعنا فهد؟ اي قاعد اشوفك. شلون امورك كلها طيبه؟ لا بخير الحمد لله. كلمات مبعثره مطشره معتفسه عيد لي صياغتها واخذ كاش تقدر؟ ان شاء الله نقدر. يلا خليك الحين على الهواء شوف الاحرف المطشره. اوكي اسم فنان كويتي قديم. لا مو فنان قديم. كويتي مو قديم. اوكي فنان كويتي عبد الرحمن العقل. الله عليك، عطني اسم مره ثانيه. شفت قاله. عطني اسم مره ثانيه. مبروك وثلاثين دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. فعلا الإجابة صحيحة أبو خالد عبد الرحمن العقل يابها 100%. قبلها ما قبل يجي حتى العشر ثواني. عبد الرحمن العقل أكيد أكيد أكيد. ها نكمل في الفقرة ولا نروح نروح قاع نروح منك نروح نطلع فاصل ولا على طول نروح جوجل؟ لا نطلع فاصل على الأقل ناخذ نفس. يلا يبا مشاهدينا فاصل صغير مع التحدي والمنافسة وراجع لكم وين احنا فورزا. ويا ويلهم يا ويلهم فقرة جوجل ايرث. يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. الفقرة هذه جوجل ايرث بالذات ما حد مخوفنا فيها العقل يسوي لنا كذي. انا اخترع ويا المشاهد. مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا مع التحدي والمنافسه والفقره الجميله الحبيبه على قلبي اكيد جوجل ايرث. الفقره الجميله والحبيبه على قلب عبد الله ومو على قلبي انا. منك منك بسوالفك. تتمنى الناس خسر؟ تتمنى الناس خسر؟ ما تتكلمين. انا اللي بالناس خسر؟ اوكي. من عندنا؟ عندنا منيري. من عندنا؟ سوسن حياك الله. منيره. سوسن. سوسن سوسن قصري على التلفزيون. اي مقصره. قصرتي؟ اي. ايش هالحظ اللي جابك الحين؟ ليش جيتي الحين؟ فقره جوجل ايرث احنا.
اي هلا والله. اي شوف شوفي عبد الله شوف. هلا والله تعال هلا والله. يلا اوكي خالص مستعده الحين فقرتنا اسمها جوجل ايرث. جوجل ايرث الحين راح اختارك مكان موجود في وسط العالم وراح نسالك المكان هذا شو اسمه. اذا ركزي جوجل وهو قاعد يروح ترى ممكن تصيدين المكان اذا اهم شيء تركزين مكان شايفته. اي انا قاعد قدام تقدر. يلا يلا يا بطلة خلوك معاي تعالي. هجوم هجوم خلنا نشوف المكان وين راح يوديك يا بطلة. يلا هوبا شوف المكان بعد ما يبيله. ما اسم هذا المكان الجميل؟ هو جميل أمانة جميل. ها اشرح الصدر وين؟ وين؟ يا سوسن ها شنو اسم هذا المكان؟ معلم؟ ايه معلم ايه؟ معلم وين؟ يو؟ في الكويت؟ اعطونا الله يخليكم. لا معلم شنو وين؟ برا؟ برا ايه برا وين؟ شوف المعلم يعني شوفي وين؟ شوفي ها شوف المعلم شوفي ها هذا واحد واقف على جناح والثاني واقف على جناح ثاني هذاك جناح فوق كله جناح صح؟ وين عمي؟ وين يعني هذا؟ وين شفته بالكويت؟ يعني انا ودي ان هي ما قطعت اتصال ودي اقولها وين شفتي بالكويت هذا المنظر؟ لا هي قاعد يعني تسال بالكويت؟ هي ما قالت يبقى. بالكويت قاعد اقول لكم بالكويت احنا قاعد نحط لكم اغلب المعالم كلها تاريخيه ومن برا ومعالم مشهوره عدل كلام هيونا ولا لا؟ عدل ويقولون يقولون هالجوجل اليوم ما في معلم معيود بعدين ركزوا وهي قالت لكم قبل شوي تقول لكم جوجل ايرث ها انتبهوا وين رايحين على الخريطه ركز معاي شوف الهجمه وين تكون في اي قاره أيوة. في اي مدينه من بعد ذلك على المعلم اللي يطلع معاك واعطونا اتصال الو محمد هلا بمحمد هلا حياكم الله هلا مرحبا يا هلا فيك محمد جاهز للتحدي؟ جاهز للتحدي بس عدلوا بالكم علينا شوي انا نيت علي ابي اقول كل الاجوبه بس تدري شو مسويين فيني ومحاطيننا بجوجل ايرث وشايلين يعني من المعلومات كلها باللي تقدرون عليه باللي نقدر عليه اذا عرفت المعلم راح اساعدك بس ها قصر على التلفزيون وخلينا نشوف المعلم على التلفزيون يلا خليك جاهز معاي وحياك الله تعال خرجنا هلا هلا ها هذه الهجمه المرتده انتبه على القاره الهجمة عليها بعد ذلك شوف المدينة وعطلي ما المعلم. اسم هذا المعلم شفته؟ وشوف مو تقول خط سريع هو شكله خط سريع ركز اي هذا آه. هذا شنو؟ عافية اقوله ان شاء الله يطلع هذا جسر ميلاو جسر ميناو ميناو مخرجنا عافية خي يطلع صح جسر ميناو جسر ميناو ميلاو ميلاو ميناو ميناو يابها مبروك الله عليك و30 دينار كاش مقدمة من وزارة الاعلام يا بطل يا بطل فعلا يا باسم الجسر صح سالفه هيك قاعد تسوي شيء بذراعه نعم 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 يعني يمكن رايح لان اول ما شافه قال كذي قاعد كنا قاعد يتذكرها مزج الريال عطانا اياها صح برافو عليه يعني فعلا هذه المعلومات عامه وفعلا الناس في ناس تكسر أسعدني. قواعد شيء اسمه جوجل اسعدني شوف مش حتى وياها رد صار وياها لا لا صراحه لما الاقي كذي بسرعه يجاوبه وراسه من الاسئله الصعبه يعني مو سهله صح صح سهل كله صعب كل الجوجل ايرث كله صعب بس يبي لهم شنو؟ والله ما حد مصعب الا انت. بعينها حكي. اي والله يبي له واحد ابتسام. عرفت؟ ابتسام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام والرحمه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك، شلون صحتك؟ بخير الله يسلمك. شلون امورك طيبه؟ بارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا رب. ابتسام تعرفين احنا في اي فقره الحين؟ جوجل يمدك احد ابتسام يساعدك لا تقعدين بروحك ان شاء الله اي لا تقعدين بروحك نصيحه اوكي والفقره هذه محتاجه شنو يا ابتسام تركيز تركيز مستعده ان شاء الله يلا تعالي معي ابتسام ان شاء الله فالك الخير منكم يلا يلا خلنا نشوف يا ابتسام الجوجل ايرث وين المكان اللي راح يختاره
هوبا مكان جميل جدا ودي اصور يمنا. ما اسم هذا المكان؟ صدق مر علي. مر علي. وين؟ ها مخمخه يا ابتسام. ايتاي. دولة عربية؟ لا 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 اجنبية. جبل بامريكا؟ جبل بامريكا؟ جبل بامريكا؟ لا. جبال امريكا؟ لا. مع الأسف مع الأسف يعني طقيتي فرع العالم وما أعطيتيني الإجابة الصحيحة. You lose. ما عليه ما عليه ما عليه ترى مو سهل مو سهل أبدا مو سهل كله حالاته حاطين لنا الروشة كان جاوبتكم بسرعة أيوه بس جايب لنا صخرة ثانية إن شاء الله إن شاء الله خرب بعيدة صخرة الروشة أكيد والله كان على طول جاوب البلد الجميل الحلو أكيد أكيد عندنا عبد العزيز حياك الله ابو سعيد الله يحييك يا حبيبي شلون صحتك تمام الحمد لله بخير شلون امورك طيبه شلون هذا البرنامج عبد العزيز قاعد تشوفنا بالتلفزيون اي قاعد اشوفك حلو ممتاز جدا احنا الحين موجودين بفقره جميله جدا اسمها شنو جوجل ايرث تعرف الفقره هذه ولا لا اي اعرفها اوكي الفقره هذه طبعا راح توديك لمكان بعيد 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 ها بعيد ورا ورا شوف اوكي أبيك تركز معاي وخلك مستعد يلا يلا يا بابا شوي شوي عليه مخرجنا شوي شوي هجوم هجوم يلا يلا هجوم يا بطل خلك مستعد وشوف المكان وين فيه ما صار خامطة فيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يحلون هاللي وياك يلا اللي وياك إن شاء الله حلون هوبا سهل يا بطل سهل سهل إن شاء الله يطلع سهل يلا شوي عليه بروكلين اسمه جسر المعلق جسر المعلق ايه لا جسر منهاتن جسر شنو منهاتن قاعد يقول لا ما اعتقد منهاتن مخرجنا جسر البوابه الذهبيه بوابه الذهبيه لا عطول الكمبيوتر عطاك غلط معناته اجابتك كل اجاباتك اللي يعني قلتها هو يعني كلها غلط اتمنى طبعا تشارك معنا مره ثانيه وتفوز بالكاش انا استانس ما اشوف شيء في علم شيء واضع عاد ودي القطونه ما يزوم انسى يزوم مخرج شالوك من بعيد خليت العلم كذي طالعين تقول مين ما يمدي طالع الجسر احسن اي والله وين تصيدين اتمنى اشارك معنا مره ثانيه يفوز قولي شيء بس ها خليني عبد الله بعد ضيم عندك مو بس المخرج اي والله انا بخلص من عبد الله يطلع لي محمد بولند ماني قادره الحق يمين ولا شمال شوي متابغين مخرجنا خليني اتوسل اليك لحظه توسلاتي توسلاتي يا مخرجنا عافية عطها معلم سهل عافية يلا ان شاء الله يعطيك معلم سهل خلك وخلك معايا تعالي انت اللي تخوفها انت يلا ما حد يخوف عايشة الا انت يلا يا عايشة انتبهي على القارة اللي نروح لها بعد ذلك المكان الجميل اللي راح نروح له هوبا ما والله كذا لعبة مدينة الترفيهية لا اضحك اضحك خلش مستعدة وين هالمكان قاعد احاول اشك وين هالمكان مخرجنا اي شيء بس قول لي لمح لي بس هذا برج بس شنو اسمه صراحه ما ادري برج ايفل انا لا 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 مو برج ايفل كلش ما له شغل بعد قولي يمك برج جده لا 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 بعد عالمي عالمي هو اي عالمي بالصين مخرجنا بس كذا اختلط وياه موضوع البرامج كلها في الصين واليابان قبل شوي قام ترجع ورا عرفت المشكله المعالم جديده ما عليه ما عليه عايش ما عليه اتصلي مره ثانيه وان شاء الله تطيحين بفقره ثانيه غير هالفقره واقدر اساعدك ما عليه المهم ان هي تكون مستانسه اليوم زين غيروا لنا جوجل ايرث حطوا لنا صور شيء كيف ايه أنا؟ ايه عافيه هو هل خش باري تكفى تكفى باري يعطيك العافيه والله يا جماعه انا طيب والله العظيم طالع مكروه مدري ليش الو هلا باري شلونك هلا والله شو اخبارك شو صحتك
الحمد لله بخير، الله يسلمك، شلونك؟ ضاري يعني انت اخر متصل، بس ما ادري هل مع جوجل ايرث ولا ها روح وين؟ مع جوجل ايرث. لا لا نغير. لا زين زين يعني شوف على حظك، خلينا اكبر كم متصلين في فقره جوجل ايرث. ناس خسرت ناس فازت عليهم بالعافيه، لكن انت الحين على قولتهم يعني متساهله معاك الامور كلها، فانت خليك جاهز الحين للتحدي، ومعاك الحين فقره الصور الحلوه بوكس شو. مستعد؟ يلا اوكي. يلا خلينا نشوف مع بعض الكمبيوتر شنو راح يختار لك من صور، وراها صور في ارقام. اوكي، هذا مثل ما انت شايف شعارات لكرة القدم، ركز على الشعارات، اندية شعارات اندية، وعطني رقم. ايش رايك خمسة ولا اثنين؟ خمسة، خلينا نشوف خمسة. خمسة خمسة يلا. خمسة يوفنتوس. بس الله عليك الله عليك الله، وهذه الإجابة كاي صحيحة 100%. مبروك مبروك حبيبي. 30 دينار كاش، دينار ينطح دينار، مقدمة من وزارة الإعلام. ليش تضحكين؟ أضحك لأن يوفنتوس مخرجنا. فريقك كنا؟ فريقك ولا فريقي؟ فريق المخرج. فريق مخرجنا محمد بولن. إيه طبعا، هو أساسا فريق المخرج. منك محمد بولن. يلا عندنا اتصال ثاني ونقول ألو ألو. يلا دام غيرنا فقره جديده، فقره البوكس شو. الفقره هذه حلوه وايد، بس والله قاعد طالع الوقت. بس ترى خلص خلص هو خلص وقت، بس ترى الهم مو سهله يعني. هي. يعرفون هالشباب اي كذا بطونه اتصال اخير، اعتقد هذا اخر متصل في البرنامج. سريع خذيه. يا هلا بزينب. هلا فيك زينب. ماكو وقت، راح اضطر اوديك بسرعه على الصور. زين انديه، وراح تقولي لي اختار لك رقم وتقولي لي النادي. يلا ودي اقول لها النادي وهي تطلع لي الرقم ان شاء الله. شفتيهم؟ ايوه والله انت شوفي السهل، راح ادور لك اياه. يلا اي اي. رقم اثنين. رقم اثنين. اثنين اثنين مخرجنا عفية. اثنين اثنين يلا قولي. اي يلعب فيه ميسي. بعد يلعب فيه ميسي. برشلونة. اي وانت انسان. الله عليك، خلينا نشوف الإجابة. جاهز، الإجابة صحيحة. برافو برافو برافو. 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. شكرا لك هيا. يعطيك العافية عبد الله. اليوم ما قصرت شكرا لك على المجهود اللي قدمتيه اليوم. تعالى قام يصير عندي هذا أسيب يرجع صراخ يعني، بس كله عشان بس المشاهدين خلي يستمتعون معانا بالفقرات، عشان بس ما يحس، عشان مو بس الناس تشارك معانا، أنا ودي إن كل الناس تابعنا، تابع برنامج يعني فورزا. والله برنامج مميز وقاعد نتعب فيه يعني، تابعوا حتى يعني الطريقه اللي احنا نقدم فيها البرنامج يكون شوي مختلف عن باقي البرامج، بس عشان عيونكم عشان تتابعون برنامج. ويعني احنا قاعد نحاول ننوع لكم بهالثقافات وهالمعلومات. أيوه. عشان بنفس الوقت قاعد نضحك معاكم. عموما ابي اختم واقول شكرا حق الهير ستايل منى علوش، والميك اب تنسيم المنصور، تسنيم المنصور. أيوة. كلك من كثر ما تخربطني. خربطكم. والفستان الحلو هذا من مصمم ايمن سر الدين، واقول له شكرا. شكرا لك هيا، شكرا لكم مشاهدينا. طبعا هذه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم غدا باذن الله تعالى مع التحدي والمنافسه. كان معكم من التقديم عبد الله طليحي وهيا الحوطي. في امان الله.